السلام عليكم. كثير من الناس يشتكون من ألم ركبة من خشونة الركبة، ففي طريقة مرة بسيطة. دهان نجيب من القرنفل، ملعقة صغيرة من القرنفل أو الأويدية أو المسمار، وملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة كبيرة من الزنجبيل، نحطهم بالخلاط نخلطهم سوا. بعدين بعد ما نخلطهم نحطهم على النار، ونحط عليهم مقدار نص كاس زيت زيتون. حلو، زيت زيتون مقدار نص كاس. بعدين لما يطبخون كذا 5 دقائق أو 3 دقائق نقفل على النار ونخليه شوي ينقع مع بعض نص ساعة. بعدين نحطهم، نجيب شاش ونحطهم الخلطة هذه عشان نصفيهم، ونعصرهم بالشاش لين يطلع هذا المنقوع حق الخلطة حقت الزنجبيل والكركم والقرفة والقرنفل. بعدين نحطهم في علبة زجاج وندهن مكان الركبة أو أي مفصل في الجسم، فهذه الخلطة تخفف من جميع الالتهابات اللي بالعظام أو بالجسم.